الحمد لله. هذا السؤال نقل الإمام أحمد رحمه الله عن سفيان الثوري جوابا له أنه قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، يعني تدعو له بالمغفرة والرحمة أفضل، إلا إذا كان الميت لم يحج وقد وجب عليه الحج، فعند ذلك تحج عنه تبرئة لذمته. وهذه مسألة يسأل عنها بعض الناس، يقول: أحج عنه؟ نقول: إذا حج الفريضة حج أنت عن نفسك وادعو له بالمغفرة والرحمة، وحج عن نفسك وادعو له في الحج.